ناس كتير ينبغي أن تكونوا بخير خير إن شاء الله. اليوم قدم معكم طحال كيجي زوين بزاف، طريقة بسيطة وعشاء خفيف وسهل في التحضير. كنحتاجو الطحال، مطيشة وحدة، 3 البيضات، 2 بصلات كبار مشلطين مع الربيع، طحنتهم كاملين. بالنسبة للعطرية، هريسة، عقل هريسة، شوية الزهر، شوية سدنية، شوية الملحة، شوية الشونية، والعطرية ديال الكفتة كنستعملو بيها تاهي. هذا هو المقدار اللي نحتاجو، مش شعر بزاف ولا بدا، على بركة الله. كنديرو المقلة ديالنا، كنضيفو فيها البصل، شحر، بعد كنضيفو الزيت، كمية كافية، كنديرو كتشحر مع شوية مليحة، مليحة فقط القياس ديال البصلة، الطحال ديالي مالحين، كيما كنقطع الطحال ديالنا بالشكل هذا قطع صغيرة، كنبقاو بنفس الطريقة حتى كنكملو الكمية ديالنا كاملة. كيجي ساهل في التقطيع، في العطرية كاملة فقط كنزيد غير باش نسمو البصلة. صافي، كيف كتشوفو هاد الجلدة ديال الطحال كنقطعها هنايا، استمروا على الطريقة هذه.
بهذا الشكل هذا، كنسلو كمية كاملة. من بعد هنايا ما تحرك البصلة ديالي، ما تدلاش زيت بزاف، القياس فقط، لكن تدلا شوية ديال الزيت البلدية. حركتها باش ميجيناش الطحال ديالنا ميتام وناشف في نفس الوقت، فكنديرو غير القياس فقط. من بعد ما تشحرك من البطل يعني كنزل شوية ديال الماء فقط باش تتبنى مزيان حتى تكتلصق. أنا بعد ما تشحط البصلة ديالي كنضيف مضيشة على حسب الاختيار باش تزيدها ماشي بالضرورة. العطرية ديالنا اللي ذكرنا من قبل كيخدم هاد اللون هذا، تسمعوا على ما تبنا مطيشة ديالنا. هنايا ما بعد ما طابت لي مطيشة ديالي كيف ما كتشوفو مبقاتلناش داك الما نهائيا، كنضيف الطحال ديالي كمية كاملة مع التحريك. حاولوا ديريها في مقلاة أكبر، ما درتها مقلاة صغيرة، فانتوما حاولوا ديروها في مقلاة أكبر باش تلقاو المساحة فين تحركوها. في قلب ديالنا البيضات دير قبضة الملح فقط باش ميجيناش البيض مسوس. بالشكل هذا بعدين لما تشحر لي شوية الطحال مديش الطيبة كنزهدو فقط، كنضيف البيض ديالي نحاول نفرغه على جميع الجوانب.